أنا مش بغامر، أنا مش بغامر لما بسلم فكري لي. هللويا. ومش بضاري في الهوى، أنا عارف بكلم مين. ومش صار ربي يجري بعيد مخدوع نفسي بيه، هو الوحيد يستاهل كل ثقتي فيه. أنا مش بغامر لما بسلم فكري لي، ومش بضاري في الهوى لما أصرخ لي. صار ربي يجري بعيد مخدوع نفسي بيه، هو الواحد يستاهل كل ثقتي فيه. هو الطريق والحياة وكمال المشيئة، هو اللي بيدي الموت مخارج من طريقة، هو اللي حلوله فوق العقل وفوق إدراكي، وتاريخه معايا في عمري بيشهد إنه عجيب. هو الطريق والحياة وكمال هللويا. هو اللي بيدي الموت مخارج من طريقه، هو اللي حلوله فوق العقل فوق ادراكي، وتاريخه معايا في عمري بيشهد انه عجيب. انا مش ضماني في بل او شيء مسؤول عليه، ومش مشغول ببكره اللي جاي لي. محفوظه حياتي واوقاتي بوعده اللي ماسك فيه، هو الصادق والصادق كل رجائي. هللويا. انا ضماني فيه. افرح وانت تقول مش مشغول ببكره ابدا، بكره اللي جاي لي. محفوظه حياتي واوقاتي بوعده اللي ماسك فيه، هو الصادق والصادق كل رجائي. هللويا. هو الطريق والحياه وكمال المشيئه، هو اللي بيدي الموت مخارج من طريقه، هو اللي حلوله فوق العقل وفوق ادراكي، وتاريخه معايا في عمري بيشهد انه عجيب. هو الطريق والحياه وكمال المشيئه، هو اللي بيدي الموت مخارج من طريقه، هو اللي حلوله فوق العقل وفوق ادراكي، تاريخه معايا في عمري بيشهد انه عجيب. انا مستغربش الدقيقه لما بكون وياه، محسوبه كده كده ان في خير ورحمه وكلمات ونجاه. وصاص شكايه العدو عليا لو صرخت بقى، هو ترسي وسندي وحسيني. هللويا. انا مستغربش الدقيقه لما بكون وياه، مسيرها الخيري وفي كلماته نجاة. وصاص شكاية العدو عليا لو صرخت الله، هو ترسي وسندي وحسني ملجأ. هللويا. هو الطريق والحياة وكمال المشيئة، هو اللي بيدي الموت مخارج من طريقة، هو اللي حلوله فوق العقل وفوق إدراكي، تاريخه معايا في عمري بيشهد انه عجيب. هو الطريق والحياه وكمال المشيئه، هو اللي بيدي الموت مخارج من طريقه، هو اللي حلوله فوق العقل وفوق ادراكي، وتاريخه معايا في عمري بيشهد انه عجيب. هللويا. تاريخه معايا بيشهد انه عجيب. في حد ينكر كده؟ لحد ينكر انه كان سند طول الطريق وطول المشوار؟ هللويا. هللويا. تعالوا نقرا مزمور 23 مع بعض واحنا بنشهد عن رعايه وامانه طول الطريق. تعالوا نقرا مع بعض بنفس واحده كده وصوت واحد وصوت عالي، وانا بتكلم عن الراعي اللي ما تخلاش عني، ما سابنيش ولا لحظه، حتى لو صرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا. امين. تعالوا نقوله مع بعض
من أوله كده وإحنا بنسبح الرب ونكمل تسبحنا. يلا بينا مع بعض. الرب راعي فلا يعوزني شيء، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ذل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالدهن رأسي، كأسي ريا، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. خير ورحمة أمانة طول الطريق. هللويا هللويا هللويا. تعالوا نقول نشكرك على اللي فات، نشكرك على اللي جاي، مصدقين في ضمانك. في اللي فات كان مضمون واللي جاي مضمون. في حد في الدنيا عنده الضمان ده؟ حد يقف بثقة ويقول اللي جاي ده مضمون، أنا مش قلقان منه؟ ما هو الضمان جاي من ملك الملوك رب الأرباب، هو الضامن، هو اللي ماشي، هو ضامن عهد أفضل. عشان كده تعالوا نقوله نشكرك، نقدم لك شكر القلب يا رب. نشكرك عاللي فات، نشكرك عاللي جاي، مش شايلين أي حاجة، مش شايلين هم حاجة، كل من قوله أنت حي. نشكرك هللويا، نشكرك عاللي فات، نشكرك عاللي جاي، نشكرك عاللي جاي، أبدا لا هم لك يا رب، هم شايلين هم حاجة، كل من انت في وسطنا حي، راعي كل الخيرات، وياك محدش يخاف، وياك محدش هللويا، بتقودهم في المراعي حتى وسط الجفا، راعي كل الخراب، هللويا لفوق، وياك محدش بيخاف، هللويا بتقودهم في المراعي حتى وسط الجفا. نشكرك عاللي فات، نشكرك تستحق شكر القلب الهي، نشكرك عاللي فات، نشكرك عاللي جاي، مش شايلين هم حاجة، طول ما انت في وسطنا حي. هللويا. أشبال يمكن تجوع وضيقات، أيوة قولها بثقة، أما طالب الرب لا يعوزه بشيء من الخير، وأما طالبي يشفعهم يا يسوع. أشبال يمكن تجور وضيقات من كل نور، أنا وإخواتي قدامك، أما طالبي يشفعهم يا يسوع. نشكرك عاللي فات، نشكرك عاللي جاي، مش شايلين أي حاجة، طول ما انت في وسطنا حي. نشكرك عاللي فات، نشكرك عاللي فات، نشكرك عاللي جاي، مش شايلين أما حاجة، وعدك تفضل امين. قوله كده، وعدك تفضل امين، هللويا، مهما تعدي السنين يظل امين، مهما تعدي السنين واليوم مرت ساعة، هللويا، تعلن نفسك معين، وعدك تفضل امين، مهما تعدي السنين مرة تانية، وعدك تفضل أمين، وعدك تفضل أمين، هللويا. ارفع ايدك قدامه وقول له وحدك الأمين يا رب، ارفع ايدك كده، وإن يوم مرت صعاب تعلم نفسك، مرة تانية وعدك تفضل أمين، وعدك تفضل أمين، هللويا، مهما
اللي جاي مش شايلني هم حاجة طول ما انت في وسطنا حي. هللويا، نشكرك على اللي فات واللي جاي، ان خير ورحمه وامانتك كل الطريق يا رب. مين مصدق في امانه الرب؟ مين عايز يقول له انا مديون يا رب، انا ممتن ليك؟ ومفيش كلام يوصف كل مشاعر جوايا بتقول انا يا رب مديون ليك، ممنون ليك، انقذت حياتي وانقذت حياه ولادي، انقذت حياه كنيستي، انقذت حياه ناسي، كان امانتك كل الوقت كل الوقت. بقدم لك شكر قلبي انا واخواتي يا رب، وعايزين نشكر اكتر، عايزين نقول له شكرا ليك يا اللي بترعاني، يا اللي ايديك دايما رفعاني. في حد حس في يوم ايام ان اتغير وعمل وخان الرب وعمل خطايا والرب اداله ظهره؟ عمره ما اداك ظهره، لا هنا ولا اللي بيشوفونا ولا اللي هيشوفونا، ولا حد يجرؤ يقول الرب اداني ظهره في يوم من الايام. هو فاتح حضنه لكل واحد حس ببعد عنه كتير. تعالى النهاردة قرب منه وقول له انا جاي لك يا رب، جاي اشهد عن رعايتك، عن امانتك، عن احسانك، عن جودك. غمض عينك كده وانت بتسمع موسيقى الترنيمة قبل ما نبدأها، قول له بشكرك يا رب، بشكرك، شكرا ليك يا اللي بترعاني، يا اللي ايديك دايما دايما كل الوقت كل الايام رفعاني، اشكرك على السندة كل الوقت. هللويا هللويا، يا اللي بديت الرحلة معايا. صدقني هيكمل وضامن المستقبل. يلا نفرح مع بعض ونقول مع بعض، يلي بديت الرحلة مصدق فيك واثق فيك انك هتكمل. القلب اللي بيتحمل يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل. انت الفرح في وقت بكايا وانت القلب اللي شكرا ليك، شكرا ليك يلي بترعاني، يلي ايديك دايما رفعاني. شكرا لي يلي بترعاني، يلي ايديك دايما رفعاني. رغم ان انا بتغير دايما انت امين ما بتتغيرش، وعدك صادق لما بتوعد عن وعدك انت ما ترجعش. رغم ان انا بتغير ليك يا اللي بترعاني، يا اللي ايديك دايما رفعاني. تفضلوا ارتاحوا. التنيمه اللي جايه كده بتقول ابدا مش هيكون الغد استمرار لامبارح، انا بستقبل زمن المجد زمن الذل ده رايح. ابليس هدفه يفكرني باللي فات وافضل قاعد في الوراك. الكتاب كده بيقول كده، لا تذكروا الاوليات والقدمات، لا تتاملوا بها، انا ذا صانع امرا جديد. ركزوا معايا،
ركزوا معايا، محدش يتكلم مع اللي جنبه لو سمحتم. ده وقت للرب قوي، ادهوله كله، ما تضيعش منه دقيقة، ما تضيعش منه ثواني. عشان كده تعالوا في التنيمة اللي جاية نقول يا رب أنا مصدق إن في خير كل الأيام. أنا يعني أنا شايف إن التنيمة الجديدة بتتكلم عن بركات روحية أكتر، لكن أنا مصدق كده إن ما بيجي الرب ببركات روحية ما بيجيش إيده فاضية من البركات الزمنية، دايما بيبارك، دايما بيبارك، بس هو عايز نطلب ملكوت الله وبره كل هذه تزاد لي. عشان كده أقول له أنا مصدق إن في خير روحي، في بركات روحية، في مجد، في كسر كل قيود إبليس على حياتي. إبليس يتكسر، مين مصدق إن إبليس هيتكسر؟ مين مصدق إن إبليس هيتكسر؟ أمين أمين. هيتزل إبليس سنة 24 كلها مجد مع الرب. أيا كانت الحروب اللي هنواجهها هنكون بنعبر الوادي بالفرح، حتى لو كان في دموع، في ضيقات، في حروب من كل جانب، لكن يعظم انتصارنا برب. أمين. تعالوا نرنمها مع بعض، لو حد مش عارفها حاول تلاقيها، هي سهلة جدا، نحاول نرنمها، تأمل في كلامها، أقول له يا رب أنا بقول كده النهاردة أن في مجد على حياتي وعلى كنيستي. أمين أمين. أبدا مش هيكون الغد استمرار لمبارح، أنا بستقبل زمن المجد، زمن الذل ده مع بعض. أبدا مش هيكون الغد استمرار لمبارح، أنا بستقبل زمن المجد، زمن الذل ده رايح. الله هيعوض لي ماضية ويفتح لي كنزه، يشبع نفسي المشتهية ويملأ بخبزه. الله هيعوض لي ماضية ويفتح لي كنزه، يشبع نفسي المشتهية ويملأ. أبدا مش هيكون، أبدا مش هيكون الغد استمرار لمبارح، أنا بستقبل زمن المجد، زمن الذل ده رايح. أبدا مش هيكون الغد استمرار لمبارح، أنا بستقبل زمن المجد، زمن الذل ده رايح. ينكسر النير اللي عليا وتتقطع ربطي، بخطاوي مجد وحرية دايما راح اخطي. ينكسر النير اللي عليا وتتقطع ربطي، بخطاوي مجد وحرية دايما راح اخطي. ابدا مش هيكون الغد استمرار لمبارح، انا بستقبل زمن المجد، زمن الذل ده رايح. ابدا مش هيكون الغد استمرار لمبارح، انا بستقبل زمن المجد، زمن الذل ده رايح. ثقتي في خمر وزيت الروح يشفي لي راحي، بكيان مشفي وقلب طموح هتلاقي بنجاحي. ثقتي في خمر وزيت الروح يشفي لي جراحي، بكيان مشفي وقلب طموح هتلاقي بنجاحي. ابدا ابدا مش هيكون الغد استمرار لمبارح، انا بستقبل زمن المجد، زمن الذل ده رايح. ابدا مش هيكون الغد استمرار لمبارح، انا بستقبل زمن المجد، زمن الذل ده رايح. كل مناساد الخراب في حياتي هيعمر، والخير جاي زي سحاب على ارضي مطر. كل بنا ساد الخراب في حياتي هيعمر، والخير جاي زي سحاب على ارضي مطر. ابدا مش هيكون الغد استمرار لمبارح، انا بستقبل زمن المجد، زمن الذل ده رايح. ابدا مش هيكون الغد استمرار لمبارح، انا بستقبل زمن المجد، زمن الذل ده رايح. في آخر عدد كده ده تابع للآية الحلوة بتقول إذا امتلأت السحب مطرا تريقه على الأرض، فالسماء مليانة مطر مليان بالبركات، هتريقه فجأة على الأرض ويكون ليك بركة وليك نوال في مراحم وبركات الرب. نفسي رنم بس العدد اللي بيقول ينكسر النير اللي عليا وتتقطع ربطي، وهقولها بإيمان أنا وإنت وإنتي النهاردة. مين عايز يقولها بإيمان؟ تيجي نقف مع بعض ونقول العدد ده، ينكسر النير اللي عليا وتتقطع ربطي، بخطاوي مجد وحرية دايما رح أخطي. أمين. في مجد وحرية في يسوع، عشان كده أنا مصدق وأنا بقولها إن ده إعلان لكل واحد واحدة فينا عايز يعيش في حرية مجد أولاد الله. أمين أمين. يلا بينا مع بعض. ينكسر النير اللي عليا وتتقطع ربطي، بخطاوي مجد وحرية دا
دايما رح خطي ينكسر ينكسر النير اللي عليا وتتقطع روحي باسم يسوع خطاوي مجد وحرية مرة تانية ينكسر النير ينكسر النير اللي عليا وتتقطع روحي خطاوي مجد وحرية دايما رح خطي أبدا مش هيكون الغد استمرار لمبارح أنا بستقبل زمن المجد زمن الذل ده رايح أبدا مش هيكون الغد استمرار لمبارح أنا بستقبل زمن المجد زمن الذل ده رايح مجدي ورافع راسي ترسي وقرن خلاصي نور وحسن حياتي أفضل أغني ليك مجدي ورافع راسي ترسي وقرن خلاصي نور وحسن حياتي أفضل أغني خير كل الأيام خير كل الأيام ومراحل كلها كل حياتي لمراعي خضرة تخوف مجدي ورافع راسي مجدي ورافع راسي ترس وقرن خلاصي نوري وحسن حياتي أفضل أغني ليك مجدي ورافع راسي ترس وقرن خلاصي نوري وحسن حياتي أفضل أغني ليك سيملأ كل احتياجي بحسب غناه في المجد وعده يوصي جنوده حولي يهوى يرى يهتم بي يهتم بي يهوى يهوى يرى عوني إلهي يهوى يرى عوني إلهي تكفيني نعمته تكفيني ارفع ايدك كما مولا سيملأ إلهي سيملأ كل احتياجي بحسب غناه في المجد وعده يوصي جنوده حولي يهوى يرى يهتم بي يهتم بي يهوى سيملأ كل احتياجي ينطق فمي بالتسبيح الرب ينطق فمي كل نسمة تبارك اسم الرب هللويا يلا نعلي الملك يستحق كل الإكرام ينطق فمي كل نسمة تبارك اسمه أب حنان حنان ورحيم طويل الروح كثير الرحمة الرب صالح للكل رحمته على كل عيبين أبو الحنان حنان ورحيم طويل الروح كثير الرحمة الرب صالح للكل رحمته على كل بتسبيح الرب ينطق فمي تسبيح الرب ينطق فمي كل نسمة تبارك اسمه القدوس بتسبيح الرب ينطق فمي كل نسمة تبارك ارفع ايدك امام رب قدير رب قدير ليس مثلك وانت تصنع العجائب لم ترى عين إلهاً غيرك أنت عظيم عظيم وحدك رب قدير ليس مثلك وأنت تصنع العجائب لم ترى عين إلهاً غيرك يصنع أنت عظيم مرة تانية رب قدير ليس مثلك رب قدير ليس
تسبيح الرب في تسبيح الرب ينطق خالي كل نسمة تبارك اسمه القدس بتسبيح الرب ينطق خالي كل نسمة تبارك هللويا مبارك اسمه هللويا 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 يلا نبارك اسم الرب كل نسمة قد تسبح اسم الرب هللويا 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 سبحوا الله في قدسه سبحوا في ذات قوته سبحوه سبحوه على قوته سبح حسب كثرة عظمته التعظيم انتصار إلهي سبحوه سبحوه بصوت السور سبحوه برباب وعود سبحوه بدف ورأس سبحوه بأوتار ومزمار سبحوه بسرور التصوير سبحوه سبحوه بسرور كل نسمة تسبح الملك كل نسمة كل نسمة كل نسمة فتسبح هللويا 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 ما أحلى حضورك ربي ما أبهى جمالك يسوع ما أبهى جمالك ما أحلى حضورك ما أحلى حضورك ربي ما أبهى جمالك يسوع أشبع من خير بيتك الصلوة دي من قلبك أنا عايز أعيش في هيكل قدسك عايز أكون في قدس الأقداس باستمرار روحك عبودة
الرب في اللحظة دي يقول يا رب دي طلبتي السنة دي، يا رب دي طلبتي وأنا داخل العام الجديد، واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. كم واحد نهاردة دي طلبت قلبه؟ تعال كده بإصرار أمام الرب، يا رب دي طلبتي، دي شهوة قلبي، ده يا رب كل مناي أن أسكن في بيتك، أن أتفرس في جمالك واحدة. داود بعد ما قال له أنت نوري وخلاصي، أنت يا رب حصن لي، قال له كل ده عظيم وكل ده كويس، أنك تحميني من التجارب وأنك تشفيني من الأمراض وأنك تصنع عجائب وتبارك بيتي وتبارك عيلتي وتباركني، لكن الحاجة الطلبة الوحيدة اللي أطلبها منك النهاردة يا رب هي إيه؟ واحدة سألت. تعال نقول الكلمات دي مرة تانية، واحدة سألت من الرب. واحدة سألت منك أن أسكن في هيكل قدسك، واحدة سألت منك أن أسكن في هيكل قدسك. كل اتنين يصلوا هذه الطلبة، يصلوا من أجل بعض. يا رب بنطلب النهاردة كل اتنين جنب بعض، كل اتنين أو تلاتة، ما تقفش تتفرج على اللي جنبك، من فضلك ومن فضلك صلي مع اللي جنبك، قول يا رب النهاردة بنطلب هذه الطلبة، طلبتنا الوحيدة في هذا العام الجديد، طلبتنا الوحيدة، واحدة سألت وإياها أطلب أن أسكن في بيت الرب، أي أن أكون في محضرك كل الأيام وأرى جمالك، أتفرس في جمالك يا رب. ارفع قلبك، شارك أخوك وأختك اللي جنبك بهذه الطلبة، اتحد بيهم، اتحد بيهم في طلبة على حسب قلب الرب، طلبة حسب مشيئته، أن أوجد في هيكله في بيته، أن أوجد في محضره، أن أشبع بجماله، أن أرتوي من دسم بيته. يقول كده إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. ما أجمل هذه الكلمات. تعالى النهاردة من فضلك ومن فضلك، ما ضيعش وقت، لكن خلي قلبك يلتهب باللي الروح القدس بيكلمنا فيه الليلة دي، إن طلبتنا الوحيدة في العام الجديد أن نكون في محضره، أن يكون هو وحده
في حياتنا. هاليلويا. امين. تفضل استريح. كل سنه وانتم طيبين. انتوا خلاص صوتكم راح بعد الترنيم ولا حاجه؟ طب كويس. طيب خلونا برضو واحنا في لحظات كده نرفع كل اخواتنا اللي بيمروا بظروف صعبه. ما زالت اختنا ناديه على فراش المرض، اختنا فوزيه واختنا سلوى، ويمكن انا هنسى اسامي كتير لكن اتليست الثلاثه اللي في ذهني دلوقتي. وايضا في ناس فقدوا احباء الاسابيع اللي فاتت، عايزين نرفعهم في الصلاه. اخونا يوسف انطون فقد اخوه الاسيس انور، وايضا اختنا ماري عيسى فقدت اخوها برضو، واختنا سهير ويليام شوقي فقدت اخوها. فخلونا في دقائق كده نتحد بيهم في الصلاه كلنا ونقول يا رب انت حي، انت موجود، انت اللي بتعزي، انت اللي بتسند، انت اللي بتشفي، انت اللي بترفع. ونضحهم كده بالاسماء كل ما يجي اسم على ذهنك واحنا بنصلي. دي ايه نصلي لاجل هذا الامر مع بعض. يا رب ملناش غيرك، انت ملجأنا، انت حصننا، انت سامع الصلاة واليك يأتي كل بشر. انت اللي بتشعر بألمنا واحزاننا، انت اللي بتعرف وجع القلب وبتعرف يا رب تعب الجسد. عشان كده احنا جايين باخواتنا دي يا رب كلهم، بنرفعهم كالحمالين امامك وبنقول لك يا رب انت المس لمسة من عندك يا رب. لمستك هي الوحيدة اللي بتغير الأوضاع والأحوال، لمستك هي اللي بتشفي، لمستك هي اللي بتعزي، لمستك هي اللي بتشدد وتشجع وتسند في وسط أي ظرف وأي موقف. عشان كده جايين بنرفعهم كلهم في إيدك يا رب، وواثقين في أمانتك وصلاحك وحكمتك وجودك وكل رب ما تصنعه لنا من بركات وإحسانات من نحونا. لكل المجد في اسم المسيح نصل. آمين. في الترنيم اللي قلناها النهاردة كان في ترنيمة بتقول زمن المجد إيه؟ تنسيتوا الترنيمة زي؟ زمن المجد جاي. هو فين محب؟ تطلع تاني دي الترنيمة عشان واضح إن احنا نسينا. زمن المجد جاي. وبعدين ايه في السطر الاخير كده لمحت كلمه يقول لك زمن الذل ايه رايح. خلينا اقرا ايه من الكتاب المقدس، مش دي الخدمه بس انا قلت ايه اعلق تعليق لان اللي يرتبط بالكلام اللي هكلم عنه النهارده. في رساله كورنثوس الثانيه اصحاح 4 بيتكلم في عدد 16 يقول لذلك لا نفشل، بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل بيحصل له إيه؟ يتجدد يوما فيوما، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر إيه؟ ثقة المجد أبديا. ونحن غير ناظرين للأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فأبدية. أنا شبهت الوضع ده كده بالآتي، في حاجة نزلة بتنحدر، مش منحدر الصعود، بتنزل. وفي حاجة ايه طالعة. في امور بتختفي من حياتنا وفي امور بتيجي في حياتنا بتتجدد في حياتنا. زمن المجد هو ايه اللي طالع صح؟ لان خفة ضيقتنا الوقتية، يعني كل الامور اللي بتحصل معانا دي لها ايه؟ ثقل مجد ابدي. عايز رب يقول لنا ايه النهارده؟ عايز يقول ان احنا عشان ناخد الصعود ده، منحنى الصعود ده ونطلع بيه، لازم يحصل عمليه ايه؟ ان احنا نتخلص من حاجات كتير في حياتنا عشان نقدر نصعد. بيقول كده ان الخارج بيحصل له ايه؟ بيفنى. في امور بتنتهي. وانا عايز اقول السنه دي او النهارده لسه في 23 صح؟ 24 بعد قد ايه؟
ساعتين ونص بالضبط كده. انا ما عنديش، انتوا عارفين رايي في الموضوع ده، الله مش بيتعامل ب 23 و24 صح، ما عندوش هو النتيجه اللي بتاعت حضراتنا دي، الله بيتعامل. لكن عايز اقول ان المستقبل كله الله ضامن فيه ان يصنع امور عظيمه جدا طالما احنا ماشيين معاه، وان الامور اللي حتى احنا شايفينها ضيقات ومتاعب وظروف صعبه الله بيستخدمها عشان ينشئ منها ثقل مجد ابدي. اذا حط ده في ذهنك وانت داخل على الايام اللي جايه، سواء السنه الجايه السنين اللي بعديها، ان في امور كتير قوي ممكن هتحصل يبقى شكلها صعب قوي في نظر العالم، ممكن تكون امور تحديات العالم بيقول مش ممكن ده اللي بيحصل. يعني لما تسمع التقارير عن 24 ما فيش حاجه تبسط يعني، لكن في كل اللي احنا شايفينه ده الله يستخدم كل هذه الامور، يسميها خفه ضيقاتنا الوقتيه، اي حاجات محدده بزمن معين تنتهي بوقتها، لكن تنشئ ليا وليك وليكي ثقل مجد ابدي. هل انت مستعد تعدي في السنه الجديده بالايمان ده، ولا بس عايز تخلص من اي مشاكل؟ لا، الله بيستخدم التحديات اللي في حياتك وفي حياتي وفي حياتك عشان يغير فيا، عشان الخارج يحصل له ايه؟ يفنى، والداخل يتجدد يوما في يوم. لا يمكن الخارج هيفنى وهو ايه مريح، لازم يعديه في حاجات صعبة شوية علشان يقدر يخلص منه. عارفين النسر؟ عارفين النسر ازاي بيجدد شبابه؟ بيعمل ايه النسر؟ يحك نفسه ما بين صخرتين عشان يوقع الريش القديم بتاعه ويطلع له ريش جديد فيبتدي يطير، يجدد كالنسر ايه شبابك. مش دي وعظة النهاردة، نخش في الوعظة، لكن ربطا بالكلام ده، عشان اعيش الحياة دي انا لازم اكون في الصورة اللي المسيح عايزني فيها، او في المكان الصح في الوضع الصح عشان اقدر اتغير الى تلك الصورة عينها. في الكتاب المقدس بيذكر في العهد الجديد بالذات ان المؤمنين ما كانش اسمهم مسيحيين، لكن اسمهم ايه؟ اسمهم ايه؟ تلاميذ. قولوا معايا، كان اسمهم ايه؟ تلاميذ. عمر ما تقال عنهم مسيحيين، ذكر ثلاث مرات بس اسم مسيحيين في الكتاب المقدس، لكن ذكر اكتر من 260 مرة ان اللي آمن بالمسيح اصبح ايه؟ تلميذ. في المرة اللي قال دعية التلاميذ مسيحيين اولا في انطاكيا في اعمال 11، المرة الثانية لما جه بولس قدام اغريباس الملك قال له ابي قليل تقنعني ان اصير مسيحيا، والمرة الثالثة يذكرها بطرس الرسول لما يتكلم عن سلوكنا في العالم. لكن في كل النصوص الكتابية يتكلم عن المؤمن ان هو ايه؟ تلميذ. هم فتحوا الشاشة وانا ما فتحتش. طيب، النهاردة نتكلم عن ايه؟ تلمذة. في السنة دي أو في الوقت اللي جاي، من فضلك ومن فضلك، المسيح لم يدعونا لنكون مسيحيين، لكن دعانا لنكون ايه؟ تلاميذ. الكتاب المقدس في عهدين، في العهد القديم والعهد الجديد، لما يتكلم عن تأثير أي شخص أو تعليم معين يتكلم عن شخص تبع شخص. فمثلا في العهد القديم يكلمنا عن أليشع تبع مين؟ إيليا. عشان كده لما أليشع التلمذ مع إيليا إيه اللي حصل بعد كده؟ صنع دبل المعجزات اللي صنعها إيليا. في العهد الجديد نفس الكلام ده، لما يتكلم عن التلمذة يتكلم على أنها نوع من التشبه بالمعلم، التشبه بالمعلم. فلما كانت الناس مثلا في العهد الجديد، في وقت العهد الجديد، في زمن العهد الجديد، زي في أرسطو أفلاطون والناس دي، كانوا يعرفوا ان الشخص ده المعلم بتاعه أرسطو او أفلاطون من طريقة كلامه والمعلومات اللي عنده، فكانوا يميزوا على طول، يقولوا ده تبع أرسطو، ده تبع أفلاطون. ليه؟ لأنه بيتشبه بمعلمه في كل حاجة. عارفين الكلمة imitated أو يعني يتشبه بحاجة، هي نفس الكلمة دي. فعايز يقول إن التلميذ الحقيقي هو شخص بيتعلم وشخص بيشابه معلمه.
عشان كده المسيح لما دعانا ما دعاناش عشان نكون مسيحيين، دعانا عشان نكون تلاميذ لنشابه صورة مين؟ يسوع. التلميذ هو المتعلم الذي يقضي وقتا وجهدا في التعلم لكي يصبح مثل سيده، علشان زمن المجد اللي كنا بنرتل عنه ده نعيشه. أنا محتاج أكون تلميذ عند قدمي المسيح، أنا محتاج أشبع به زي ما كنا بنرتل في آخر ترنيمة، أنا محتاج حضوره يملى حياتي وقلبي فتطلع صورة المسيح للناس اللي حواليا، فلما يشوفوني ويشوفوك ويشوفوكي يشوفوا فينا مين؟ يسوع. كان في ترنيمة قديمة بتقول إيه؟ هل فيك؟ دي كلمات حقانية. يا ترى أنا بصلي لنفسي قبليكو، وأنا أعلم إن أنا مش في الصورة دي لسه، لكن بصلي لنفسي إن تنطبع صورة المسيح في حياتي. عشان تنطبع أنا محتاج أقضي وقت أطول أمامه. عشان كده لما كان يتكلم عن التلميذ والمعلم كان التلميذ بيعيش مع المعلم. أنتوا عارفين التلاميذ عاشوا مع المسيح قد إيه؟ 3 سنين هم عايشين معاه day and night، موجودين طول الوقت معاه عشان يتشبهوا بيه، عشان كده قدروا يتغيروا. التلمذة مش مجرد منهج. بعض الناس بتفتكر ان التلمذة هي كروكيلم، هنديك منهج تذكره تخلصه بقيت تلميذ. لا مش هي دي. والتلمذة ايضا مش هي ان حضرتك وحضرتي وحضرتك قرينا الكتاب المقدس في السنة دي كلها، ده حاجة عظيمة مش حاجة غلط على فكرة، بس التلمذة هي ان انا اسلوب حياة، ان انا اتشبه به، ان انا عايز الصورة بتاعته تنطبع في حياتي فبسعى بكل جهدي. هذا الامر يتطلب مجهود، يتطلب مجهود. ما ينفعش الحياة المستهترة اللي مجرد ان انا بحضر اجتماعات، انت عارف ان انت ممكن تكون بتخدم وانت مش تلميذ حقيقي؟ تعرف المصيبة دي؟ مصيبة. ممكن اكون بعمل حاجات كتير عظيمة لكني مش تلميذ امام المسيح. عشان كده التلمذة لما قال ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، التلمذة هي استجابة الصلاة دي. مش ممكن يجي ملكوت الله على حياتك وعلى بيتك وعلى عيلتك وتتحقق مشيئة الله في حياتك بدون ما تكون تلميذ حقيقي، أي أنك بتقضي وقت قدامه وبتقعد معاه وبتشبع بيه. أشبع من إيه؟ من دسم بيتك. لما تكلم المسيح في آخر وقت قبل الصعود قال لهم دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا واعملوا إيه؟ خليهم مسيحيين وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. التلمذة مش اختيار، مش أوبشن، التلمذة ماست. أنا لازم أكون تلميذ المسيح لو عايز أعيش المسيح. سمات التلميذ. التلميذ الحقيقي شخص واثق من خلاصه، عارف متأكد. لو النهاردة سألت كام واحد فيكم واثق من خلاصه، واثق انه رايح السماء، ترفعوش ايديكم. وعظة تبشيرية أسيس بعدها. عشان شخص مقاد بالروح القدس، شخص ينمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع، شخص يبحث عن الثمر وخلاص النفوس. هي دي سمات التلميذ. عايز تعرف تلميذ حقيقي ولا لا؟ هو الشخص اللي متأكد من خلاصه. عشان كده واحدة من أسلحة الحرب الروحية هي ايه؟ خوذة الخلاص. ان انا متأكد ان انا المسيح في قلبي وان المسيح عمل في حياتي. حاجة تانية، أنا عارف أن أنا بقود بالروح القدس، أن الروح القدس بيقود حياتي مش أنا اللي بقود نفسي. دي سمات التلميذ. أنا مش هتكلم، هتكلم في الحاجات دي بعد كده في مرات تانية كتير، لكن كنت عايز بس أقول الحتة دي. الناس بتفتكر أن التلمذة
كلها تعب وكلها أقمع جسدي وأستعبده. فأنا طول النهار عندي حرب مع نفسي وعمال أحارب وعمال وتعبان ومرهق ومش شايف أي حاجة. النهاردة عايز أقول لك إن التلميذ اللي بيعيش بالحياة دي في بركات في حياته، بيختبر اختبارات مختلفة عن الشخص اللي عايش مجرد مسيحي. بيختبر يعني إيه يكون مرتاح على صدر المسيح. يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال تعالوا إلي، احملوا نيري عليكم، تعلموا مني لأني وضع متواضع القلب فتجدوا إيه. إذا تعلموا مني، دي بتتكلم عن إيه؟ عن تلمذة. تعلموا مني، تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. فين ده بيحصل؟ في تلمذة. فتجدوا راحة نفوسك. الناس اللي بتدور على الراحة، الناس اللي ماشية وهي حاسة أن الدنيا مدربكة طول النهار فوق دماغها، الراحة فين؟ أنك تصبح تلميذ للمسيح فتجد راحة لنفسك. كم واحد النهاردة محتاج راحة، محتاج يحس ان هو في حاجة مستند عليها ومتكل عليها وتقدر تسنده في رحلته. كلنا محتاجين للراحة دي. حاجة تانية يقول كده: الذي يحبني ويحبه أبي أنا أحبه وأظهر له ذاتي. كم واحد عايز يختبر ان المسيح يظهر ذاته لي، يعني كده يبقى قادر وهو ماشي قادر يشوف المسيح في سلوك في الظروف اللي حواليه. حياة شبع ورضا، حياة إثمار مثمر، حياة في النهاية ليها إيه؟ مكافأة. عارفين الوزنات، لما جه العبد اللي كان عنده وزنة واحدة وطمرها قال لك أنا ده سيد قاسي ملوش. التلميذ الحقيقي عارف ان في مكافأة في نهاية الرحلة. اخر حاجة اختم بيها كلامي عشان ما اطولش عليكم، في مكافأة للتلميذ اللي بيعيش حياة التلمذة، في مكافأة لي لانها مكلفة والله لا يبيت مديون لاحد. اوعى تفتكر ان التكلفة اللي انت بتدفعها دي الله مش شايفها ومش هيكافئك. كل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا وحقولا من أجل اسمي يأخذ إيه؟ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية. ودي الخلاصة. الخلاص أنت بتاخده إيه؟ لا قولوا معايا، الخلاص بتاخده إيه؟ أنتوا لسه نايمين. الخلاص بتاخده إيه؟ مجانا. التلمذة مكلفة. في ناس وقفت عند خلاص كفاية على كده احنا رايحين السماء. النهاردة ممكن اخوفك شوية واقول لك لو انت واقف هنا في مشكلة، في مشكلة، انت واقف في حتة غلط. المؤمن الحقيقي تلميذ، المؤمن الحقيقي تلميذ. تلمذة مكلفة، وقد تذهب انك تدفع كل حياتك من اجل التلمذة. تلاميذ محدش منهم مات ميتة طبيعية الا يوحنا، لكن باقي التلاميذ كلهم حصل لهم ايه؟ اللي اتصلب واللي اتقتل واللي اتحرق كل الحاجات دي. لكن التلمذة ليها تمن، ودفع الثمن بتاع التلمذة هو ده التعبير اللي بنقول عليه احنا الجهاد الروحي. مفيش تلمذة وانا قاعد مستريح، بتاخد من وقتي، بتاخد من جهدي، بتاخد من التزاماتي واولوياتي، بتاخد من اموالي وكل ما عندي في التلمذة. عشان كده المسيح قال لهم ايه لما جه دعا التلاميذ؟ اتركوا كل شيء واتبعوني أنا. لو أنت بتحسبها النهاردة بحساباتنا دي خسارة. واحد منهم كان عنده شركة، صح؟ كان راجل ناجح، تاجر أسماك، صياد وعنده شركة أسماك.
لما تبع المسيح قال له سيب دول، سأجعلك صياد للناس. عشان كده هنتكلم المرات الجاية أو الشهور الجاية لما بيقول احسب النفقة، ما يقصدش بيها الخدمة، لكن يقصد بيها أنت عشان تصبح تلميذ المسيح أنت محتاج تحسب حساباتك، لأنك اللي بتتبعه ده سيد عظيم، ما ينفعش تتبعه بقلب منقسم. تعالوا نصلي لدقايق مع بعض. إذا كنت بتتوقع زمن المجد في السنة الجديدة وتتوقع وطلبت الطلبة دي إنك واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب، الطريق للحاجتين دول زمن المجد وإنك تسكن في بيت الرب إنك تصبح تلميذ. تصبح تلميذ يعني تصبح شخص يجلس عند قدمي السيد، يفتح الكلمة ويقول له رب خلي كلمتك تغير فيا، خلي كلمتك خلي صورتك تنطبع في حياتي. اتكلم عن بولس بعد ما عرف المسيح ازاي ان بشر في كثيرين، يقول وتلمذ كثيرين. يا رب ادينا الايام اللي جايه دي ان نصبح تلاميذ حقيقيين، تخليناش نخدع انفسنا، تخليناش نعيش حياه الاكتفاء، خلاش بنظن عشان بنخدم ولا علشان بنعمل حاجة بأن احنا خلاص كده بقينا كويسين وصلنا لأعلى ليفل. ادينا نتضع أمامك ودينا نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد. خد العهد قدام الرب، يا رب أنا جاي النهاردة قدامك زي ما قاليش عمسك في إليا وقال له أنا هكمل معاك، وزي ما التلاميذ في لحظة التجلي شافوا مجد المسيح قالوا له إحنا جيد أن نكون هنا. لما تدوق حلاوته وإنت بتتعلم منه هترفض أنك تخسيبه وهتكمل السكة، والله هيوريك ازاي ان وانت تلميذ حياتك بتتغير، حياتك بتتغير تغيير حقيقي من مجد الى مجد. هو ده زمن المجد، ولما تعدي في ضيقات ومتاعب تعرف ان عندك مجد عظيم الله اعده ليك. ساعدنا يا رب من فضلك ان السنه دي تكون سنه الارتفاع في جلوسنا امامك، في اتحادنا بشخصك، في تشبهنا بجمالك، في شبعنا بيك يا رب. تسمحش يا رب ان الكلمات دي تكون مجرد كلمات، لكن بالروح القدس اعمل في حياتنا. صلي لنفسي اولا ولكل واحد من اخواتي ان احنا رب فعلا نحقق يا رب دعوتك لحياتنا ان نشابه صورة يسوع. في اسم المسيح اصلي، امين. كل سنة وحضراتكم طيبين. أصلي من كل قلبي أن تكون الأيام القادمة أيام تشهد عن عمل نعمة المسيح. الحقيقة مثقل للغاية بشيء وضع الرب على قلبي، وهو موضوع بعنوان، وطبعا إحنا مجرد بنستعرض أفكار سريعة، مش هنوعظ في الموضوع ساعة، لكن مجرد هدي فكرة في وقت قصير، وبعديها هنشوف مقتطف صغير بالفيديو عن تاريخ الكنيسة وكيف بدأت الخدمة إلى آخره. لكن ما شغلني به الرب هو موضوع بعنوان الخطى الثابتة، اللي يتكلم أو يتحدث عن مخاوف قادمة فهذا ضد الإيمان، لكن من يتحدث عن الواقع
والإيمان الواثق في الله الذي يقف ويتحدى هذا الواقع، فهو الشخص الذي يعتمد على زراعة الرب. في فرق ان انا انكر الواقع زي ما بنسمع مرة كتيرة في راس السنة، السنة الجاية تبقى سنة التعويض وربنا هيعمل وهيجيب وهيسوي والدنيا تبقى يعني عنب وكله يبقى تمام التمام وما تعولش هم الحاجة، وسنة التعويض واللي فقدته هتاخده 20 مرة. أنا بسمي ده كله ده هايب، ده هوا سخن بيملى البالونة يعني، لكن مش ده اللي ربنا حطه جوايا. رب حطت قدامي حاجة، فكرة بسيطة خالص هتاخد سلسلة طويلة، لكن هذه الفكرة تتحدث عن الخطة الثابتة، بمعنى ان الايام اللي جاية احنا عايشين النهاردة وشايفين ان العالم كله ولا سيما الشرق الاوسط عبارة عن كرة ملتهبة من النار. حاولت أشوف في كم حرب شغالة في العالم في الوقت الحالي، قالوا 39 حرب دائرة. نعيش في عالم يئن، عالم يحترق، عالم يحارب. هل هذا كله مدعاة للخوف والقلق والتعب؟ حاشا. ليه؟ لأن القوانين اللي احنا بنخضع عليها والقائد الذي نتبعه يختلف كل الاختلاف عن قوانين العالم وقيادات العالم. فنحن نتبع لا الأرضيات زي ما سمعنا كلمة الله من كورنثوس الثانية، زي ما كان بيتكلم الأسيس صمويل، إن كان الخارج يفنى مش معناها إن احنا القصة انتهت، لا، ده الداخل يتجدد. وده زي يعني العملية اللي فاكرين الناس اللي خدوا الأواني الفاضية اللي كان فيها المصابيح الداخلية بتاعت جدعون، ولما كسروا المصابيح اللي برة أو كسروا الفخار اللي برة بان النور، واعتقد العدو أن هناك جيش عظيم يأتي، وكانت النتيجة هو الانتصار. مرات كتيرة في حاجات لازم تتكسر. جبت مرة بذرة مانجا، قلت المانجا دي معسلة أوي، طب ما نطلع منها يعني زرعة. فقريت شوية إزاي تزرع البذرة دي، قال لك تجيبها وتقطع فيها قطع صغير من فوق وتحطها في تربة وتهتم بيها. وبعدين لعجبي لما حطيت المانجا دي بعد ما نظفتها كويس القشرة وحطيتها في الطين، بعد 3 أيام لقيتها ابتدت تطلع وتفرع جذع صغير، وبعدين الجذع ده كبر بقى فرع، وبعدين بقت شجرة وابتدت تكبر بقت شجرة ضخمة. وديتها هدية لواحد خدها موتها. لكن كان لازم البذرة اللي برة تتكسر عشان اللي جوه يطلع. الحياة اللي احنا بنقدم عليها في الأيام والسنين اللي جاية، مش بس في سنة 24، حياة ستكون للمؤمن نوع مختلف، بمعنى إن المؤمن اللي عايز ربنا يديله ويباركه كل التركيز بتاعه هو الذات، أنا أخاف عليه وأقول له هتتعب قوي. المؤمن اللي ربنا بتاعه ده بس لما يتزنق عشان يطلعه من الأزمة، مش هو ده الوقت اللي جاي، مش ده الشخص اللي هيقدر يكمل المشوار. لكن تكملة المشوار تتطلب مؤمن ثابت متمسك بالرب، يتمثل بسيده. تعجبت لما الكتاب يقول عن المسيح بروح النبوة جعلت وجهي، حد فاكر الكلمة كايه؟ كالصوان. يعني ايه كالصوان؟ زي الحجر. يعني ايه زي الحجر؟ يعني قسوة؟ لا، بيتكلم على العزيمة والتصميم.
عشان كده هقرا معاكم آية موجودة في سفر صموئيل الثاني أصحاح 22، والآية دي من الآيات الجميلة جدا والمشجعة، وعدد 37، 22 37. توسع خطواتي تحتي فلم تتقلقل كعباي. تاني، توسع خطواتي تحتي فلم تتقلقل كعباي. وبعدين مرة تانية بيتكلم في مزمور 37 وبيقول برضو ثبتت خطواتي من تحتي فلم تتقلقل عقباي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عايز يقول المؤمن الحقيقي الثابت يتحرك بثبات وبلا تقلقل. يعني ايه بثبات وبلا تقلقل؟ في شخص يبقى ماشي، عارف اللي مهزوز على شكله كده، ممكن يتزحلق، ممكن يقع، ممكن الخطوات بتاعته تبقى خطوات قصيرة، لكن لما يقول توسع خطواتي معناها انت ماشي في وسع، خطواتك كبيرة، مش سهل انك تقع. عشان كده دايما لما تلاحظوا اللي بيلعبوا رياضة او بيلعبوا ملاكمة بالتحديد، دايما يقول للملاكم دايما ليك رجل ورا ورجل قدام، عشان ما تبقاش خطواتك تبقاش ماشي كده، لا تبقى واقف كده، فحتى لما تجيلك صدمة تقدر تصدها. ففي قوانين معينة حتى رياضيا لهذه الأمور. عشان كده في حياتنا الروحية أحبائي في الأيام القادمة لا نخاف أننا سنواجه صعوبات، هذه حقيقة، لكن ما يعطينا الطمأنينة مش إن إحنا عارفين اللي جاي، لكن ما يعطينا الطمأنينة أننا نعرف من يمسك بالآتي. يبقى أنا مش مطمن لأني شايف اللي جاي، لكن أنا مطمن لأني عارف مين اللي ماسكني وماسك اللي جاي. هذه هي الثقة. عشان كده نحتاج أن نتحرك بخطى ثابتة بلا تقلقل، بلا زعزعة، بلا اهتزاز، بلا ازدواجية. الكتاب بيتكلم على أن الشخص المتذبذب أو الشخص اللي بيعيش حياة مزدوجة ده ملوش مأمن. عشان كده يقول أن الشخص المتذبذب ده عامل يشبه، يقول لنا في يعقوب، كموج البحر. ده مهزوز شوية فوق وشوية تحت. قال ده كموج البحر لا يمسك شيئا. عشان كده إحنا نحتاج أن نتحرك في الأيام القادمة بخطى ثابتة وثقة في شخص الرب الممسك بأيامنا ومستقبلنا. إذن ما يعطينا طمأنينة هو أن الرب هو الممسك بنا. إحنا مش ماشيين بنخبط وخلاص، لكن عارفين مين اللي ماسك، ومين اللي عارف بكرة، ومين اللي عارف الغد، ومين اللي عارف المستقبل. عشان كده اوعى تعول هم بكرة، لأن الرب هو الذي يمسك بالمستقبل. عشان كده بيوضح الكتاب توضيح عملي وحقيقي جدا لما يقول لنا إن هناك نحتاج إلى الثبات. ثبات في السلوك، ثبات في المحبة، ثبات في الكلمة، ثبات في الإيمان، ثبات في الشهادة. دي سلسلة هنبقى نتكلم فيها عن الثبات. لكن أولا الثبات في السلوك. ما ينفعش أعيش زي ما بيقولوا، يعني زي كل يوم، كما لو كان القصة دي قديمة، لكن لازم أتعلم
أعيش بفكر جديد وبفهم حقيقي لكلمة الله. الثبات في السلوك معناها إيه؟ معناها إني بهتم بحياتي الداخلية، برعى ما فيها، بأتخلص مما يجب أن أتخلص منه. عارفين اللي عنده قطعة من الأرض وبعدين ما يهتمش بيها، يطلع فيها كل أنواع الحشرات والجذور السامة. عشان تبتدي تزرع الأرض دي محتاج تعمل إيه؟ محتاج تقطع اللي فيها كله وبعدين تبتدي تزرع. لا، محتاج تقطع اللي فيها كله وبعدين محتاج تعمق اللي قطعته وتقلب الأرض عشان تجيب اللي جوه. وبعد ما تجيب اللي جوه برضه الشغل لسه ما خلصش، محتاج انك انت تسويها وتسقيها وترمي بذار جديدة، والبذار دي تموت وتدفن تحت التراب وبعدين تجيب الثمر او الزرعة اللي انت منتظرها. احنا مرات كتيرة في حياتنا الروحية بيتهيأ لنا لما نصلي صلوة، لما نقطع شوية الحشيش اللي فوق دول المبهدلين الدنيا، تبقى الدنيا خلصت، يبقى ربنا هيباركني والدنيا بقت عظيمة جدا وهبتدي بداية رائعة. لا 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 لا، بس استنى شوية، ده الموضوع لسه عايز شغل. الموضوع عايز تغوط، عايز تغوط جوه، عايز تحفر جوه، عايز تشوف ايه. اختبرني يا الله واعرف قلبي. مش الناس اللي تختبرني، مش رأي الآخرين مع احترامي ليهم. ما أنا ممكن أضحك على الناس كلها وممكن ما أخدش بالي، بلاش أضحك على الناس، لكن لما أقول له أنا عايزك أنت يا رب اللي تختبرني وتمتحن قلبي، الامتحان يبقى من عندك أنت. أنا ما يهمنيش الناس بتقول إيه، لكن يهمني أنت بتقول إيه. أنت اللي شايف قلبي مش الناس اللي شايفة قلبي. عشان كده حكم الناس عليا ما يفرقش معايا كتير، ده لو أنا حريص على الدخول في علاقة الثبات وعلاقة القداسة وعلاقة الاقتراب من الله. أقول له رب امتحني واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري. أنت الوحيد اللي تعرف الجوة، وانظر أنت، بص بعينيك الصاقبة، إن كان في ميلا باطلا أنت اللي هتشوفه. ممكن أخدع القلب، أخدع من كل شيء وهو نجيس، من يعرف؟ ممكن نفسي تغويني وفكر إن أنا كله مية مية، لكن في حاجة غلط. أحبائي، الأيام القادمة تحتاج إلى نوعية خاصة من المؤمنين الثابتين الذين وضعوا الهدف الحقيقي خدمة الرب وتبعية السيد نصب أعينهم ولن يتنازلوا عنها أيا كان الثمن وأيا كانت الكلفة. هذا هو المؤمن الذي سيستطيع أنه ينتصر ويقدر يقول في هذه جميعها. ايه هذه جميعها؟ لا، اصل هيكون جاي لسه كتير، في حاجات كتيره جايه، لكن في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا. مين اللي يقدر يقول كده؟ الشخص الثابت المتمسك بالله الذي يبادل الحب بالحب، نحن نحبه لانه هو احبنا اولا. ده مش مصلحه بقى، ده انا بحبه، ده هو افتداني واشتراني وغيرني وغير حياتي وأنا اتبعت له، أنا بعت نفسي له. أنا عايز أقول وقلتها مرة قبل كده، لكن هذا هو ما يملأ قلبي. لو الرب من اليوم إلى اليوم الذي أنتقل فيه من على هذه الأرض لم يعطني شيئا ولم يصنع معي معجزة،
فإني سأتبعه بمنتهى الحب وبكل القلب وبكل الامتنان، لأنه أعطاني حياة أبدية، وهذا يكفيني جدا جدا. أنا بشوف ناس يقول لك أنا سبت طريق الإيمان. ليه يا عم سبت طريق الإيمان؟ قال لك أصلا كنت عمال أطلب من الرب إنه مش عارف يشفي مين أو يحصل إيه ويعمل معجزة وما عملش، فأنا بصراحة يعني اهتز إيماني وسبت الدنيا. مش هو ده اللي هيجيب معاك في الأيام اللي جاية. الأيام اللي جاية مش أيام الطفولية، مش أيام الحياة غير الناضجة السطحية، لأن هيبقى فيه رياح، وهذه الرياح ستختبر حقيقة ثباتك. اوعى تفكر ان الارض ستنتهي من المتاعب. المسيح ما قالناش كده ابدا. قال هيبقى في ضيق وهيبقى في مواجهات، لكن مش هو ده اللي انت معتمد عليه. مش انت خايف من المواجهات، لكن انت معتمد على المسيح الذي يمسك بك ويسير معك ويحفظك ويضمن وصولك الى الناحيه الاخرى. هو الذي سيمسك بيمينك لكي لا تذل رجلك، لكي لا تصدم بحجر رجلك، سيكون معك الطريق كله. عشان كده وانت بادي هذه السنة قل يا رب انا عايز امسك، ارفع ايدي تمسكها انت بايدك وتعينني في المسيرة. انا عايز اتبعك انت، مش هتبع اللي ممكن اخده منك. هو في ناس ممكن تتبع ربنا عشان ربنا ممكن يقدم لها حاجات، ما هو لولا انه هيعمل كذا ولولا انه هيعمل كذا ولولا هيعمل كذا، يعني كان ومرات كتيرة نبقى كل اللي رابطنا وكل اللي بيهز مشاعرنا كلها مشاعر واحاسيس. عشان كده انا بقول الثبات اولا في السلوك، ثم الثبات في المحبة. وكنا بنتكلم في اجتماع الصلاة ضرورة أن المحبة الكاملة تعمل إيه بقى؟ تطرح إيه؟ الخوف خارج. يعني ما ينفعش تبقى بتحب الرب من كل قلبك والناحية التانية أنت مليان خوف، في حاجة غلط. الاتنين عكس بعض، لأن المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. في محبة يبقى ما فيش خوف، في خوف يبقى ما فيش محبة. لأن محبة الله لك ومحبتك لله تعطيك الطمأنينة أن خطاياك مغفورة، أن لا شيء يؤذيك، أنه لا يمكن للعدو أن يأخذ منك، لأنك في يد القدير محفوظ محبة كاملة. بتحبه بكل قلبك، بتقوله أنت اشتريتني وأنت دفعت الثمن، فأنت اللي ليك السلطان الكامل والحق الكامل في كل جزء في حياتي. أنا ما بقيتش بتاع نفسي، لأن مش أنا اللي دفعت الثمن، أنت اشتريتني وأنا مديون أن أعيش لك بكل قلبي. هنتكلم في الأيام القادمة عن الثبات بكل أنواعه، لكن اللي عايز أسيبه معاك وأسيبه معك ومع كل واحد منكم أعزائي وأحبائي في المسيح، إن احنا نبتدي ناخد حياتنا الروحية بأكثر جدية، نتتلمذ زي ما كنا الرب بيكلمنا. يعني إيه التلمذ؟ يعني بقى عارف أنا تلميذ للمسيح. لما بنقول مسيحيين ما نقصدش التدين مسيحيين ومسلمين، لا، احنا بنقول يعني أبقى صورة مصغرة من المسيح، نبقى نور حطتنا في العالم. وده مش هيجي حاجة تلقائية بإني أحضر الكنيسة كل يوم حد، يبقى بكذب عليك، لكن هيجي بوجودك وبوجودك في حضرة الله بطريقة شخصية. تاني، هيجي بالتواجد في حضرة الله بطريقة شخصية.
طول ما أنا بحضر الكنيسة وبحضر اجتماع الصلاة حلو، بس ما يكفيش. ليه؟ لأن الخلوة الشخصية، حياتك الشخصية، حياتك الشخصية لازم يبقى ليها الخط، الحبل السر اللي ربطك بمصدر الطعام. الدراسة اليومية في كلمة الله حتى لا نكون مثل أطفال محمولين بكل ريح تعليم. وحوالينا كتير، خلي بالك، ومن جوه الكنيسة، ومن جوه الكنيسة، ومن جوه الكنيسة ريح تعليم. يقول في أفسس 4 حاجة غريبة، يقول بخداع إلى مكيدة الضلال. يعني ده كل ده من جوه الكنيسة، في مكيدة وفي خداع وفي مكر. تعليم غلط، وناس تفتح الكنائس للتعليم الغلط. في ناس بتفتح الكنائس للتعليم الغلط، لكن الرب بيعلمنا ان احنا يكون عندنا المعرفة بكلمة الله عشان ما نبقاش زي العيال الصغيرين، زي اللي شايلين الريح كل شوية تحدفه في حتة، يسمع حكاية يقول لك ده كذا كذا عجبته الفكرة. الموضوع مش عجبتك الفكرة، الموضوع ده يتمشى مع كلمة الله ام لا. هي دي الايام اللي احنا عايشين فيها، التي نحتاج فيها ان نكون ناضجين، متعلمين، ثابتين في الحق. ايه رايكم ناخد دقايق؟ دي الفكره الرئيسيه اللي احنا بنتكلم عليها، وهنتكلم عليها في سلسله قادمه في الايام القادمه، من التلمذه الى حياه الخدمه الى الكرازه. هو اكتر غلطه بيعملها الخدام انه فهم الناس ان هم قاعدين عشان يوعظوا لهم وعظه حلوه. احبائي، احنا مش موجودين سميعه وعظات، احنا خدام، والكنيسه يجب ان تكون بتعد خدام لكي يخرجوا الى الحقول. هو ده هدف الكنيسه، انك تتعلم، انك تتشجع، انك تدرس كلمه الله وتتحول وتبقى خادم للمسيح، خادم للمسيح اينما وضعك الرب. وهذا هو الهدف الاول والاخير. عشان تعرف تتكلم عن المسيح لازم تعرف بماذا يعلم المسيح. يبقى في وقت هتحطه، وفي تكلفه هتدفعها، وفي نفقه ستقدمها. خد دقيقه واحده فكر في الكلام، وبعدين قول له رب ساعدني حتى تكون الأيام القادمة أيام جادة في علاقتي معك يا رب. لا تكون أيام الحياة الركيكة الباهتة الضعيفة، لكن تبقى رب أيام أعني فيها كل ما أقول لك، إن كان في صلاة أو إن كان في حديث أو إن كان في علاقة معك. خلينا نرفع قلوبنا للصلاة. تعال اقول له جوعني ليك، اشبعني بيك، اشبعني ربي بفيد غناك. تعال اقول له جعان ليك يا رب، عايز اتغير، عايز اثبت خطواتي، وانا على طول في محضرك، عايزك، مستنيك تتغير صورتي وتتغير حياتي، كن في قدس هيكلك. جوعني ليك واشبعني بيك، اشبعني ربي.
لما يكون في جوع وضيق وتعب وألم وتحديات وصعوبات إن قلبي يكون مرتبك وأنا بدور على راحتي من أمور في العالم. ساعدني النهاردة إن قلبي يكون شبعان بيك يا رب، الثبات إن قلبك يبقى شبعان بي، عينيك مليانة بي، قلبك مليان بي، فلما تعدي في أي حاجة أنت شايفه وشايفه هو بيسدد الاحتياج، بيمسك بإيدك، بيعدي بيك. تعالوا كده دقايق قدام الرب، قل له انشئ في الجوع ده يا رب جوايا، الجوع لشخصك. تخلينيش جوع أدور على مصادر تشبعني من العالم، لكن خليني أكون متمسك بيك أنت. أنت شبعي، انت شبع يا رب. خليش انزل عيني من على شخصك، مولاي زدني نعمة. تعالوا نقف مع بعض نقول الكلمات دي. امسك يميني أيها القادر، امسك يميني أيها القادر، كن أنت عوني حيث ما أسير، كن أنت عوني حيث ما أسير. امسك يميني أيها القادر، كن أنت عوني حيث ما أسير، كن أنت عوني حيث ما أسير. مولاي زدني نعمة كي أكون دوما في رضاك، وأنفع إرادتي كي أتبع إصراخك. امسك يمين في هذه الحياة، نهي الطريق
بحر شدات الحياة، وزع في قلبي سيدي كل البذور المنتقى. امسك يميني أيها الفضيل، كن أنت عوني حيث ما أسير، كن أنت عوني حيث ما أسير. امسك يميني أيها الفضيل، كن أنت عوني حيث ما مولاي كل منيتي، مولاي كل منيتي بأن أفوز برضاك، فارضى علي يا سيدي واسكب علي من غناك. امسك يميني أيها القضيب، كن أنت عوني حيثما أسير.